بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض شرح منهج الساينس لبرايمري 5. كنا بدانا في الفيديو اللي فات بدرس سين كالرد اوبجكتس، وقلنا ان احنا علشان نشوف الالوان او علشان نفهم الالوان لازم نفهم ان احنا ازاي بنشوفها. فقلت لو انا عندي اوبجكت ترانسبيرنت مثلا زي اللي قدامي ده، انا عندي هنا ترانسبيرنت ازاز ترانسبيرنت بس يلو، يعني بس ازرق. فانا حاليا لو نورت نور لونه احمر لونه ريد، فاللون الريد ده كانت باس ثرو بلو، ما يقدرش يعدي من الايه، من طب مين اللي يقدر يعدي؟ اتس كولر، الايه اللون اللي نفس اللون بتاع الايه، بتاع الاوبجكت ده او بتاع الجلاس ده. وبالتالي انا لما جيت اتكلمت في الفيديو اللي فات او في الدرس اللي فات او يعني في الجزء اللي فات ده على طول، ان انا ازاي بشوف سين كالرد اوبجكتس، فانا سالت نفسي انا بشوف ترانسبيرنت اند ترانسلوسنت اوبجكت كالرد، يعني هو ملون كالرد ترانسبيرنت اند ترانسلوسنت اوبجكت، بشوفهم هو شفاف بس ملون، ولا هو اوبيك وكالرد، يعني هو مش شفاف وملون. فلو هو ترانسبيرنت وكالرد، لو هو ترانسبيرنت وكالرد، فالترانسبيرنت كالرد ده ماشي، الترانسبيرنت كالرد ده بيبقى ليه شرط عشان يبان ان هو بيعمل ابزورب اول لايت كالرز، بيعمل ايه، ابزورب اول سبيكترم كالرز اند الاو او بيسمح اتس جرين كالر او اتس كالر اونلي تو باس. لو كانت جرين هيسمح للجرين، لو كان بلو هيسمح للبلو. طب البنانه دي لونها يلو، فهي هتعمل ايه، ابزورب اول سبيكترم كالرز اند ريفلكت يلو كالر، وبتعمل ريفلكت لليلو ايه، لليلو كولر. وكنا خدنا تو جيف ريزونز، يا ريت تكونوا حفظتوهم. هما بيتكلموا عن ان جيف ريزون، في اول واحد هنا بيقول لي يلو جلاس ويندو ابير يلو، ليه اليلو جلاس ويندو ابير يلو، وين وايت لايت فول ان ات، ليه بتبان، لما بتبان يلو لما الوايت لايت بينزل عليه، ايوه لان هي ابزورب، لان هو بيمتص الشباك او الازاز اللي لونه اصفر ده، absorb all spectrum colors، بيمتص كل الالوان، that fall on it، بيمتص كل السبيكترم كولرز اللي بتنزل عليه، and allow مين بقى، هو لونه يلو هيسمح لمين، لليلو، and allow yellow color only to pass، وبيسمح لليلو كولر بس ان هو ايه، ان هو يعدي. طيب الاستروبري اللي هي الفراوله اللي لونها ريد، فهي هتبقى ايه بقى، هي مش شفافة، فهي هتعمل absorb to all light colors، هيمتص كل الالوان بس reflect its color اللي هو ايه، الريد، اند ريفلكت ذا ريد ايه، ذا ريد لايت اونلي. طيب تعالوا نتكلم مع بعض على جزء جديد في الدرس ده، وهو seeing white and black opaque objects. فاكرين البنانه كان لونها يلو، وفي الاستروبري كان لونها ريد. طب نتخيل ان انا عندي اوبجكت اوبيك، يعني عندي اوبجكت مش شفاف بس ابيض او اسود، يعني هو، ودي مهمه جدا، هو وايت او بلاك، يا ترى ايه اللي هيحصل، يا ترى هيعمل ابزورب، يا ترى هيعمل ريفلكت، يا ترى هيعمل ابزورب الحبه وريفلكت الحبه. يعني انت لو تاخد بالك في الاستروبري الفراوله، الاستروبري عملت ايه، عملت ابزورب اول سبيكترم كولرز اند، يعني عملت ابزورب كله بس عملت ريفلكت للريد كولر، يعني ما قالت للريد كولر ارجع انت، هي لونها ريد، فكل النور نزل عليها ما عدا الاحمر رجع تاني فبانت لونها احمر. بس لما انا بشوف لون وايت، انا عندي وايت سيرفس، عندي هنا ورقه لونها ابيض، لو انت ماسك ورقه، فالورقه دي او اي اوبجكت لونه وايت، الورقه دي نفترض ان نزل عليها وايت كولر، لو نزل عليها لون ابيض، اللون الابيض زي ما احنا قلنا احنا مش هنكتب بقى وايت لايت، هنكتب ايه، الشكل ده، الشكل ده بيقول لي ان نزل السبع الوان عليه، السيفن كولرز، السيفن سبيكترم كولرز نزلوا على الوايت بيبر. ايه اللي بيحصل، الوايت بيبر طيبه بتقوم عكسه كل الالوان تاني. طب لما تعكس كل الالوان تاني ساعتها تبان وايت. ما هو بص، انا لو حطيت قدامك في وشك السيفن سبيكترم كولرز، لو حطيت قدامك الريد واليلو والجرين والبلو والاندجو والفايلت مع بعض هيبان وايت، فبينزل على الوايت لايت، الوايت بيبر بينزل الوايت لايت ويرجع زي ما هو. يبقى معنى الكلام ده ان الوايت
object الwhite opaque object seeing white opaque object الwhite opaque object ده reflect all spectrum colors. فاهم النقطة دي؟ أنا لما أجي في الامتحان أسألك أقول لك هو الوايت أوبيك أوبجكت بيعمل أبزورب الإيه وبيعكس إيه؟ هتقول لا لا لا، ده ده سؤال غلط، هو أبزورب أول، سوري، هو ريفليكت أول لايت كولرز أو ريفليكت أول سبيكترم إيه كولرز. خلاص، يبقى واحدة واحدة كده، الوايت أوبيك أوبجكت ريفليكت أول لايت كولرز أو أول سبيكترم إيه كولرز. طب البلاك شرير بمعنى ايه البلاك شرير؟ لما انا اجي اشوف بلاك اوبيك اوبجكت مثلا حاجه لونها اسود شفافه، ورقه لونها اسود مثلا، او كيس لونه اسود، او مثلا شنطه لونها اسود، اي حاجه لونها بلاك، اللون البلاك ده نو كولر. يعني انت عارف لما يكون قاعد في ضلمه فالدنيا تبقى كلها بلاك اسود، فمعنى البلاك ان مفيش لون. فلما الوايت لايت سترايك، لما الوايت لايت بيخبط في بلاك اوبيك اوبجكت بيعمل لهم ابزورب كلهم، ما بيسمحش لحد ان يرجع، وبالتالي بيبان ايه؟ بيبان بلاك. يبقى اوبجكتس ابزورب اول سبيكترم كولرز اند دونت ريفلكت اني كولر. يبقى الوايت لايت ريفلكت اول لايت اول سبيكترم كولرز، الايه الوايت لايت بيعكس كل النور، انما الاوبيك اوبجكت ابزورب اول لايت كولرز، بيعمل ابزورب لكل الايه لكل الالوان. معنى الكلام ده ان لو جاب لي جيف ريزون او اتكلمني في الموضوع ده بيقول لي هنا وايت اوبيك اوبجكت ابير وايت. ليه الوايت اوبيك اوبجكت تبان وايت؟ بيكون زي ريفلكت اول لايت كولرز. لازم تكون حافظ الكلام ده، ان الوايت لايت ريفلكت اول لايت ايه كولرز. طب البلاك يا مستر تبان ايه؟ تبان ليه بلاك؟ Black opaque objects appear to be black because they absorb all light colors. بتمتص كل الايه كل الالوان. وعندي هنا give reason ساعات بيجي في الامتحان ويجي يقول لي هنا ايه، ودي معلومة مهمة على فكرة. معنى الكلام ده ان انا لو ماشي في الشارع ولابس تيشيرت ابيض، فالتيشيرت الابيض ده لما نور الشمس ينزل عليه هو بيعمل ريفلكت، صح ولا لا؟ مش احنا اتفقنا ان الوايت لايت ده بيعمل ريفلكت اول لايت كولرز، وبالتالي هو هيعمل ريفلكت للسان لايت اللي هتنزل عليه. فانا لو في الصيف لابس تيشيرت ابيض وماشي في الشارع كل النور اللي هينزل هيتعكس فما احسش بالحر، انما تخيل انا لو ماشي في الجو حر والشمس طالعه وانا لابس تيشيرت لونه بلاك، كل النور اللي هينزل على التيشيرت بتاعي هيحصل له ابزورب، لان البلاك كولر ابزورب اول لايت كولر، فحس بالحر جدا لان نور الشمس التيشيرت عمال يمتصه فيخليني ابقى حران جدا. يبقى انا هنا لما اجي انا في الصيف في السمر البس وايت ولا البس بلاك؟ البس وايت. ليه؟ لان الوايت هيعمل ريفلكت اول ايه لايت كولرز، هيعكس النور تاني، فانا ايه فانا ما احسش بالحر. يبقى هنا عندنا جيف ريزنز، تو جيف ريزنز بيجوا في الامتحان كتير. يقول لي هنا جيف ريزن وي وير وير يعني بنلبس، we wear white clothes in summer. ليه بنلبس white clothes in summer؟ ال white clothes احنا بنلبسها في السمر because white clothes reflect all light colors falling on them، لان هي بتعكس كل الالوان اللي بتنزل ايه اللي بتنزل عليه. طيب ليه بنلبس الوان لونها اسود في الشتاء؟ يعني مش شرط ان انت تلبس بلاك، بس هتلاقي ان اغلب الناس بتلبس في الايه بتلبس في الشتاء الوان ايه جواكت لونها بلاك، يلبس مثلا حاجه كده تكون لونها بلاك عشان يعمل ايه؟ لان اللون البلاك انا في الشتاء وما بصدق الاقي الشمس عشان اتدفى، فانا عاوز نور الشمس يحصل له ابزورب فبلبس ايه بلاك. يبقى بيكوز بلاك كلوثس ابزورب اول لايت كولرز فولينج اون ذم. يبقى انا في الوينتر اللي هي الشتاء انا we wear black or dark clothes because black clothes absorb all light colors falling on them. تمام كده؟ طيب تعالوا نفكر مع بعض في حاجة ممتعة برضو، يعني التفكير فيها ممتع يعني.
نفترض ان انا عندي ابل لونها ريد، عندي هوبس، عندي تفاحة ماشي لونها ايه؟ لونها ريد، هي كلها لونها ريد خلاص. التفاحة اللي لونها ريد دي او التفاحة اللي لونها ريد دي، انا دي عينيا وانا ببص عليها، فانا هشوفها لونها ايه؟ هشوفها لونها ريد. هو ليه؟ لان مفيش حاجة بيني وبينها. طيب تخيل معايا لو انا حطيت ازاز، بص بقى هي لونها ريد وانا شايفها ريد. ليه شايفها ريد؟ لان هي ابزورب لايت كلر اند ايه اند ريفليكتد كلر. طيب انا لو حطيت قدامي ازاز لونه احمر، بص بقى ايه خد بالك بقى من اللي انا بعمله، انا حطيت ازاز لونه احمر، هل هشوف التفاحه ريد ولا مش هشوفها ريد؟ هشوفها ريد، لان الالوان نازله كده خلاص، الالوان نازله. التفاحة هتعمل ايه؟ هتمتص كل الالوان وتعكس النور الاحمر وتخليه يعدي، فهيجي الايه؟ هيجي النور الاحمر يعدي من الجلاس شيت ده يلاقيه لونه احمر فيسمح ان يعدي فاشوفها لونها ريد. هقول الحتة دي تاني. انا عندي تفاحة لونها احمر، التفاحة اللي لونها احمر دي انا ببص لها فشايفها احمر، مفيش مشكلة هي لونها ريد. ليه شايفها ريد؟ لان الالوان بتنزل عليها تعمل لها ابزورب كلها وتسمح للريد كلر اونلي تو ايه تو ريفلكت، ان يرجع اللون الاحمر ايه بس. طيب انا لو حطيت ازاز لونه ريد، حطيت جلاس شيت لونه ريد، هنا النور هينزل تاني الايه اللايت هينزل تاني على التفاحه وهي هتعمل ريفلكت للريد كلر. طيب هل الريد كلر يقدر يعدي من الريد شيت؟ يقدر يعدي من الريد شيت، فانا اشوف التفاحه لونها ريد. فهمتوها كده؟ تعالوا بقى نعمل نفس الحكايه دي بس بشكل مختلف. انا لو ما حطيتش شيت انا بشوف التفاحة لونها ريد، صح ولا لا؟ طب هرجع الابل دي اشوفها تاني، بس المرة دي يا شباب انا هحط شيت لونه بلو. بص كده حطيت شيت لونه ايه؟ لونه بلو. واجي اعيد التجربة تاني، اجي انزل الوايت لايت، انزل النور، التفاحة هتعمل ايه؟ الابل هتعمل ايه؟ absorb all light color and reflect red color، بتعكس النور الايه؟ الريد. طيب يجي الريد للايه؟ للبلو شيت اللي انا حطيته بيني وبين التفاحه، هل البلو كولر هيعمل الاو هيسمح للريد كولر تو باس ثرو ات؟ هل هيسمح للون الريد ان هو يعدي منه؟ استحاله. ليه استحاله؟ لان هو لون بلو، واحنا عارفين ان الجلاس شيت اللي لونه بلو هيسمح للبلو كولر اونلي تو باس ثرو ات، هيسمح للون البلو بس ان هو يعدي من خلاله، وانا هنا اللي جاي من التفاحه اللي حصل ريفلكت من التفاحه لونه ريد، فالريد والبلو ما يردوش يعدوا الريد، ما البلو شيت هيعمل ابزورب للريد، وبالتالي انا اشوف التفاحه او اشوف الابل دي لونها ايه؟ لونها بلاك، ما اشوفهاش اصلا. ليه ما شفتهاش اصلا يا مستر؟ هي على فكره حاجه غريبه جدا، يعني انت لو جبت شيت لونه احمر وبصيت على حاجه لونها ريد، سوري هتشوفها، يعني من 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 جلاس شيت ريد لحاجه لونها ريد هتشوفها، انما لو جلاس شيت لونه ريد وبصيت على حاجه بلو ما تشوفهاش، لان النور مش هيقدر يوصل لك. بتمنى كده تكونوا متخيلينها، لو مش متخيلها ارجع عيد الحته دي يعني في الشرح وهتفهمها. watching the colored opaque object. طيب the apple appear red through red sheet red transparent sheet، يعني الابل بتبان ريد من الايه؟ من الريد ترانسبيرنت شيت. ليه؟ بيكوز ات ابزورب اول سبيكترم كولرز ذات سترايك اول سبيكترم كولرز اوف لايت ذات سترايك ات اند ريفليكت ذا ريد كولر، بتعكس اللون الاحمر اللي احنا اتفقنا عليه. طيب ذا ريفليكتد ريد كولر، اللون الاحمر اللي خرج ده ترانسميت ثرو ذا ريد شيت، اللون الاحمر اللون الريد اللي خرج من الابل قدر يعدي من الريد جلاس شيت ومفيش مشكله. طب لو انا حطيت حاجه ثانيه، يعني ابل ابير بلاك، الابل بتبان ابير بلاك او بلاك اور نو كولر ثرو جرين شيت، لو انا حطيت شيت لونه جرين قدام الابل اللي لونها ريد، طب الابل هتعمل ابزورب اول لايت كولرز اند ترانسميت او سوري اند ريفلكت ذا ريد كولر، اند ذا ريد كولر كانت باس ثرو جرين شيت، مش هيقدر يعدي. تعالى نقراها مع بعض.
because the reflected red color, اللون الريد color اللي خارج من الابل is absorbed by green sheet. الجرين شيت امتص اللون الاحمر اللي خارج من الايه من الابل وبالتالي appear black. هبان ايه؟ هبان black. اتمنى تكونوا ايه تكونوا فهمتوا الجزئيه دي. هي جزئيه سهله جدا. باختصار شديد هقول لكم اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديو ده. احنا اتكلمنا عن seeing white object and the white object reflect all light colors. اما البلاك absorb all light ايه all light colors ماشي. واتكلمنا ان انا في السمر بلبس وايت كلوثس عشان ات ريفلكت اول لايت كلرز وبلبس بلاك كلوثس في الوينتر عشان ات ابزورب اول لايت كلرز. والجزئيه الاخيره احنا بقى ايه انا شرحتها لكم بالتفصيل ان لو عندي ابل لونها ريد بصيت عليها من شيت لونه ريد فهشوفها ريد. انما لو عندي ابل لونها ريد بصيت عليها من شيت لونه جرين او بلو او اي لون غير لونها هبان بلاك. فهمتوا كده يا شباب؟ بتمنى ان شاء الله ليكم كل التوفيق. لينك الملزمه دي هتلاقوه تحت الفيديو. لو فهمتوا الفيديو ده يا ريت تعملوا لايك عليه وتكتبوا لي في الكومنتس انتوا فاهمين ولا لا. وبتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.